مزاج الرسم لدي مزاج شخصي فردي. لا شك أن الرسم ومعادلاته بين الخط واللون ومرجعيته موجودة بكثافة، سواء من الرسوم الموجودة في الكهوف، رسوم الأطفال، فن النهضة، الفن الشرقي والفن الإسلامي، والمدارس التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، وفنون الكنيسة. هذه كلها مرجعيات ومختبر، لكن مع مرور الزمن تتشكل تجربتك الخاصة وتحتفظ بها وتطورها. كلما أخلصت لتجربتك وعملك، هذا كله يختفي، ينزوي ويضمحل وينقرض بدون الرجوع إلى الوراء. تبدأ تدخل حالة من الملكوت والخدر، لا شيء يجذبك لما هو موجود من مرجعيات بصرية الآخرين، يعني ككتب، كرسامين، كتجارب، كمدارس أو معهد. ممكن أن تكون مغامرة أو بشكل أدق جرأة. كل إنسان وبأي تصرف يكون هناك مرة أولى، يعني بالتدخين، بالسباحة، بقيادة السيارة، لابد من الجرأة حتى تستطيع أن تقف مثل الطفل الصغير الذي يحاول الوقوف ويقع ثم يعيد المحاولة.